موجز أخبار السياحة من تحوى إسبريس، أهلا بكم إلى أبرز العناوين. الحافلة الملكية تُزع قريبا تحت تصرف عشاق السياحة. المجلس العالمي للسفر والسياحة يختار السعودية لاستضافة قمته 22. طيران الإمارات تزيد رحلاتها الجوية إلى السيشل. أهلا بكم إلى التفاصيل. كشفت مساء أمس الخميس مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضرية لمدينة الجزائر إتوزع عبر صفحتها الرسمية أنه سيتم برمجة رحلات سياحية على متن الحافلة الملكية قريبا بشوارع الجزائر العاصمة. وأضافت الشركة في المنشور الذي أرفقته بفيديو أنه يمكن للراغبين التنزه على متن الحافلة الملكية في أحياء الجزائر العاصمة. أعلن المجلس العالمي للسفر والسياحة عن انعقاد النسخة 22 من قمته العالمية في الرياض أواخر عام 2022، بحيث تعد هذه الأخيرة الحدث الأكبر على مستوى العالم للقطاع، حيث تستضيف المملكة القمة بعد انعقاد نسختها المرتقبة في مانيلا في المدة من 14 إلى 16 مارس 2022. ومن جهتها أوضحت المديرة التنفيذية للمجلس العالمي للسياحة والسفر جوليا سيمبسون أن المملكة العربية السعودية أكدت حرصها على قطاع السياحة منذ بداية الجائحة، مبينة أن المملكة لعبت دورا رئيسيا في الجهود المبذولة لتعافي هذا القطاع المهم الذي يسهم في بناء اقتصادات الدول ويوفر الوظائف لجميع حول العالم، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية. أعلن اليوم الجمعة رئيس السيشل ويفاريم كلاو أنه اتفق مع شركة طيران الإمارات لتسيير رحلة يومية ثانية إلى بلاده، في حين أنها تستغرق الرحلة بين دبي والسيشل أقل من 4 ساعات ونصف. وجاء في تصريح لوزير الشؤون الخارجية والسياحة بالبلد سيلفستر راديغوند أن الاتفاق سيساعد على توفير قدر أكبر من المرونة للراغبين في زيارة سيشل، وأضاف في ذات السياق أن الرحلة الحالية ليلية وأن الرحلة الجديدة ستكون نهارية، وهذا الأمر سيمنح مرونة أكبر لزوارنا وسيساعدهم للتغلب على فارق التوقيت، مؤكدا أن سيشل بلد مفتوح أمام جميع الزوار من جميع الدول تقريبا باستثناء بعض الدول التي لا تزال سيشل تضع قيودا على القدوم منها، مشيرا إلى أن بلاده توفر أيضا الفرصة للراغبين في العمل من أراضيها. وبهذا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام موجز الأخبار من قناة تحوى إسبريس الإلكترونية. دمتم أوفياء في أمان الله.